بسم الله والحمد لله والله أكبر. هذه الصورة قلنا صورة البلد نسيتي هي مكية النزول وعقبة نزول قاف، وتشير هذه الصورة إلى غلبة اللاوعي عند الإنس والجن على الوعي، لأن لم يؤتيا من العلم إلا قليلا، والعلم يؤدي إلى معرفة الله، لكن من سوء حظ الثقلين أن العلم اللي عندهم ليس بعلم بل هو تفنن بصناعة ند لله، ولا يكون ولا تكون هذه الصناعة إلا محال، لأنه ما قصد بأن يجعل الإنسان والجان كلاهما ندا للرحمن هذا مرفوض، وقد يتسبب في شقاء الثقلين، لأنه اللي همه هو نسيان الله لا وعدم القول بوجوده وعدم توحيده، لا يفرز إلا تعاسة وضلالات لا نهاية لها لا الآن ولا فيما فات ولا فيما هو آت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.